خلوني اتكلم عن رابطه الانديه الحقيقه اللي بتعقد دلوقتي حالا مؤتمرا صحفيا في العاصمه الاداريه. رابطه الانديه بتعقد مؤتمرا صحفي النهارده عشان يتم الاعلان عن تفاصيل الدوري الجديد. هنعرف شكل الموسم الجديد، عن بطوله الدوري، تفاصيل البطوله، موعد انطلاقها، ارتباطات الانديه، المنتخبات، هيحصل ايه الموسم القادم، شكل الدرع هل سيظل كما هو، امور كثيره جدا جدا هنتكلم عنها. ولكن خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح، زي ما تعودنا من حضراتكم دايما قناه النادي الاهلي بتكون موجوده غالبا في كل الاحداث عشان نطمن على كل الامور الخاصه بالنادي الاهلي وبكره القدم المصريه. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من العاصمه الاداريه الجديده علشان يكلمنا عن ماذا يحدث في المؤتمر الصحفي لرابطه الانديه اللي بيتم فيه الاعلان عن امور كثيره جدا. فاروق ازيك يا حبيبي؟ برحب بيك طبعا يا كابتننا الكابتن اسلام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. قبل ما اتكلم على اي تفاصيل يا كابتن اسلام، احنا بنشعر بالفخر في وجودنا في هذا الطرح او الصروح العملاقه اللي حوالينا. فعلا الجمهوريه الجديده والعاصمه الاداريه بكل معلم وكل مشهد الجميع بينبهر بالمشهد، واعتقد كانت فكره في غايه الروعه ان يكون الاعلان عن تطوير درع الدوري او الشكل الجديد للدوري المصري هنا في العاصمه الاداريه، ويعني اهم مشروع استراتيجي للدوله المصريه طبعا في ظل وجود فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدور الكبير ودعمه اللامحدود سواء لكل افراد الدوله المصريه وبالتحديد منظومه الرياضه المصريه. الحقيقه حاجه جميله جدا وحاجه رائعه جدا، وكانت فكره رائعه. والنهارده كان في اتوبيسات من اتحاد امين امام اتحاد كره القدم واخده معظم الصحفيين، ودتهم او كل الصحفيين تقريبا ودتهم على العاصمه الاداريه الجديده، وبالتالي يعني اكتشافات جديده بنكتشفها الحقيقه في زي ما انت بتقول يا فاروق في الصروح الكبيره جدا والكثيره اللي موجوده في العاصمه الاداريه. ايه اللي حصل النهارده في المؤتمر، وهل المؤتمر لسه مكمل معانا شويه ولا الامور انتهت، وايه اللي حصل؟ لا خليني اقول لك يعني يا كابتن اسلام، المؤتمر كان انطلق في تمام الساعه 9 والربع طبعا، وده دي البدايه اللي ما تعجبنيش لانه المؤتمر كان مكتوب انه هيبدا الساعه 7. طبعا يا كابتن اسلام انت عارف المؤتمر كان محدد ان هو في الساعه 7، لكن حكايه المؤتمر بالفعل كانت في تمام الساعه 9 والربع طبعا، في وجود طبعا انتظار وجود الضيوف، وجود الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وايضا يعني المسؤول الشركه الانجليزيه اللي برضو خليني من خلال حضرتك برضو نبقى انا انفراد لينا من خلال قناه النادي الاهلي ان خلاص تم حسم هذا الامر. شكل الدوري او شكل درع الدوري بالتحديد هيكون شكل مختلف تماما في الموسم الجديد ده اللي هتتكفل بيه الشركه الانجليزيه اللي هتصمم شكل جديد جدا جديد يعني لدرع الدوري المصري. ودي كانت بدايه اهم الامور اللي يعني من اساس هذا المؤتمر واحد اهم البنود اللي تم الحديث عنها، شكل جديد لدرع الدوري. اذا رقم واحد هو شكل جديد لدرع الدوري العام. 43 مره النادي الاهلي، 42 لسه حتى الان النادي الاهلي فاز بيهم، ان شاء الله لو ربنا كرمنا في المباراه القادمه يوم الخميس هتبقى المره 43، وبالتالي هل سيكون هناك ما يدل على ان النادي الاهلي فاز ب 43 دولي؟ يعني كابتن اسلام النقطه دي يعني لسه ما اتحسمش فيها هذا ما اتحسمش. يعني ايه ما اتحسمش؟ يعني اكيد النادي الاهلي هيحقق الدرع رقم 43، لكن الشكل لا، النادي الاهلي لسه لم يتم حسم الدرع، ولكن انا بتكلم ايه اللي هيحصل، هل سيكون هناك ارقام جديده هتتعمل ازاي؟ لسه يعني لسه التفاصيل ما بانتش اقصد، يعني كافه التفاصيل الخاصه بهذا الامر لم تعلم يعني بشكل اوسع او بشكل موسع، ولكن هو الامر الاهم هو شكل جديد لدرع الدوري. ده الامر اللي طبعا خلاص يعني تم الاستقرار عليه، واعتقد ده يعني المكلف بيه الشركه الانجليزيه. خليني ايضا الشركه اللي راعيه شركه النيل للتطوير العقاري هي تكون هي الراعي للدوري المصري لثلاث مواسم. طبعا الدوري دوري نيل ده خلاص يعني الشركه اللي هترعى الدرع الدوري او بطوله الدوري المصري. النائب احمد دياب اتكلم على يعني على الموسم ده بالتحديد، وقال واجهنا فيه تحديات كتير جدا
في بعض التحديات والظروف اللي ما كانتش مدرجه ضمن يعني البرنامج بتاعنا. كان في تحديات كبيره جدا، النادي الاهلي ودوره ان هو وصل لكاس العالم الانديه ويلعب لكي في كاس العالم الانديه، وان النادي الاهلي النادي المصري اللي كمل في المرحله الاخيره للبطوله الافريقيه وحصل على بطوله دوري ابطال لافريقيا في ظل هذه التحديات وفي ظل هذه الظروف. وطبعا هو يعني الجميع اثنى على النادي الاهلي والدور اللي النادي الاهلي بيلعبه، ويعني اكيد بيبقى في يعني الحاج عامر حسين يتكلم قال بيبقى في عندي ضغط كتير جدا، ولكن كلنا بيبقى في قمه السعاده والنادي الاهلي بيقف على منصات التتويج وبيرسم البسمه على وجوه الرياضه المصريه. الوزير اشرف صبحي اتكلم ايضا في نقطه مهمه جدا وهي المنتخب الاولمبي، وقال يعني احنا كنا في كلنا في قمه السعاده واحنا بنشوف المنتخب الاولمبي حقيقي. وده نتاج ل مجهود كبير جدا، ويعني اعلن ان هو خلال كلمته قال لك انا هتوجه غدا بمشيئه الله لمطار القاهره لاستقبال بعثه المنتخب. استحقوا الحقيقه. بالفعل يا كابتن اسلام اشاد قال احنا كلنا شفنا وعرفنا مدى التاثير المباراه، كان فيها عوامل ثانيه اكبر من نتيجه المباراه ويعني واكبر من الخصم لازم هنتكلم في هذا الامر. طبعا طبعا بالظبط يا كابتن اسلام، لكن هو قال وقال اللي هيكون متواجد معانا طبعا كلنا نروح نستقبل هذا المنتخب اللي يعني اللي اعتقد الامل طيب. للكره المصريه. المؤتمر انتهى ولا لسه يا فاروق؟ حتى الان يا كابتن اسلام المؤتمر لسه بيستمر يعني بهذه الاثناء، يعني كان تحدث ايضا رئيس شركه النيل للتطوير العقاري محمد طاهر والدور المهم جدا اللي هم شايفينه في الرياضه المصريه واستغلال هذا الامر. ايضا يعني معظم الكلام اللي بيتقال عن ازاي هنقدم وندعم الانديه الشعبيه، ودي نقطه مهمه جدا للجميع اللي يعني كانت من كلمات النائب احمد دياب او الكابتن او الوزير اشرف صبحي ان احنا ازاي ندعم الانديه الشعبيه، ازاي نقدر نطور النقل التلفزيوني، دي نقطه مهمه جدا نتكلم فيها. ازاي نقدر نطور النقل التلفزيوني؟ اذا اول حاجه سيتم تغييرها هو درع الدوري، عشان بس نستفيد بهذا الامر اول حاجه تغيير شكل درع الدوري، وشركه انجليزيه هي اللي هتعمله. والحقيقه في النقطه دي تحديدا انا اثق بشده في اي حاجه فيها النائب احمد دياب والمهندس سيف الوزيري. الاثنين دول الحقيقه لهم رؤيه كبيره جدا، سواء المهندس سيف الوزيري في المتحده للرياضه او النائب احمد دياب في رئاسته لرابطه الانديه حتى الان، وبالتالي انا متاكد ان هتكون هناك شكل مغاير لشكل درع الدوري ان شاء الله خلال الايام القادمه. نمره اثنين انه سوف يكون بدايه من الموسم المقبل ان يكون هناك شكل جديد للنقل التلفزيوني، مظبوط كده؟ بالظبط يا كابتن. طيب رقم ثلاثة، هل من الممكن ان يكون او هل تم الاعلان عن بداية الدوري امتى؟ ارتباطات الاندية كيف ستكون خلال الفترة القادمة؟ حتى لم يتم الاعلان عن هذا الامر يا كابتن الاسلام. الامور اللي تمت المناقشه فيها تطوير النقل التلفزيوني، تطوير تقنيه الفار وكيفيه انها تتقدم في افضل صوره، دي من النقاط المهمه جدا. عايز اتكلم على نقطه مهمه برضو في سياق كلام حضرتك، الدور الرياضه. عايز اتكلم على المهندس سيف الوزيري، المهندس محمد يحيى رئيس مجلس اداره شركه المتحده، والوزير اشرف سلمان، والكلام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على دور المتحده للرياضه في توفير كافه الامور وقايمين، واتكلم بالتحديد على المهندس سيف الوزيري والمهندس محمد يحيى والوزير اشرف سلمان، وقال انا عارف ان انا بارهقهم كتير جدا في هذه الامور من خلال يعني تلبيه كافه الامور، وهم ما بيتاخروش عن اي امر. يعني الوقت اللي انا بكلمك فيه حاليا بيتم توقيع العقود ما بين طبعا رابطه الانديه بقياده المهندس احمد دياب والمهندس محمد طاهر رئيس شركه مجلس اداره شركه النيل للتطوير العقاري. الجميع منبهر يعني بالامور اللي بيتم الحديث عنها، الجميع منبهر بالمكان نفسه. التخطيط بقى يا كابتن اسلام، وان انا ازاي اطور وانمي الامور الخاصه بالدوري مش في الشكل بس يا كابتن اسلام، لا في النظام بتاع الدرع الدوري المصري، ان انا ادخل يعني كلام ان كره القدم دلوقتي اصبح يعني اوجه الصرف كتير جدا، فازاي انا اقدر ان انا انمي هذه المداخل بالنسبه للانديه خاصه الانديه الشعبيه
وكتير اتكلم على دور النادي الاهلي، بتشوف النادي الاهلي بيضرب فيه المثل. لا لا، طلع النادي الاهلي بره القصه، لان النادي الاهلي الحقيقه في منطقه اخرى تماما، وده اللي انا دايما بقوله، وده دايما اللي انا بعيده، ان يا جماعه النادي الاهلي في منطقه اخرى، وليس بالكلام ولكن بالبطولات بالشكل العام بكل حاجه حلوه. بالظبط يا كابتن اسلام، ويعني في سياق هذا الامر برضو انا كان ليا برضو من خلال حضرتك، ونقول ده تصريح من الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. اتفضل. لما سالته بخصوص درع ماتش الاهلي والزمالك، هل بحكام اجانب ولا بحكام مصريين؟ قال لي هذا الامر احنا طرقنا الامر بالكامل للجنه الحكام المصريه، هي اللي هتحدد الاسماء، هي اللي هتختار. لكن خليني باكد لك يا كابتن اسلام، طاقم تحكيم مصري لاداره مباراه طيب. الاهلي، ولا لانه كلام مهم جدا. اذا بص يا فاروق، لما ان شاء الله ربنا يسهل وكل الامور تنتهي، محتاجين نعرف هل تم تحديد موعد لبدايه الدوري الجديد؟ الناس مستنيه تعرف هذا الامر، ايه اللي هيحصل، شكل الدوري هيبقى عامل ازاي، الامور كل هذه الامور هل تم الاعلان عنها ولا لسه؟ حتى الان لما يتم الاعلان عنها يا كابتن اسلام. طيب خلاص، اذا عندما يتم الاعلان عن كل هذه الامور، اتمنى ان انا او انت تخش معانا مره اخرى، ومستمرين معاك خلال هذه الفتره في كل هذه الامور، لانه الحقيقه خلاص عرفنا ان شكل درع الدوري سوف يتم تغييره، ده رقم واحد. رقم اثنين ان هناك امكانيه ان شاء الله، او هناك اتفاق على ان يكون شكل النقل التلفزيوني خلال المرحله القادمه افضل من المرحله اللي موجوده. هننتظر بدايه الدوري هتبقى امتى، شكل الدوري هيبقى عامل ازاي، ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه في الدوري العام، من خلال مداخلتك القادمه. شكرا زميلنا فاروق صلاح.